عملنا استراتيجية، حطينا استراتيجية علشان تعالج الحاجات اللي هي موجودة في التقرير ده. والسيد الرئيس كان عارف عن هذا الموضوع في 2014، كان خلاص انتهت الفترات كلها بتاعت الاضطرابات السياسية، وكان أول حاجة كلف وزارة التربية والتعليم بيها هو أنه أولاً الاهتمام بجودة التعليم الفني وإنشاء هيئة مستقلة لجودة ضمان جودة التعليم الفني، اللي هي بتناقش أول حاجة. الناس بتقول لك أنت عندك خريجين كتير بس جودتهم مش كافية. الشيء الثاني إن إحنا قلنا طب نشوف المناهج، هل المناهج دي تبع المعايير العالمية ولا لأ؟ فاتضح إن المناهج مش تبع المعايير العالمية وبتركز على المعرفة أكتر من المهارة، وده بيعيب اللي كان بيعيب التعليم، عيب رئيسي في التعليم الفني. التعليم الفني اساسه المهاره، ما هو ما ينفعش يبقى عملي بالظبط كده، مش شويه ورق بالظبط كده. ما ينفعش طالب في التعليم الفني يقرا كتاب وبعدين يخرط على المكنه بالكمبيوتر او يطبخ او يطهو او يعمل يزرع حاجه زراعيه. صح. ما ينفعش النوليدج لوحدها تبقى كافيه انها تكسبه المهارات، بالعكس الكلمه اللي يعني مش اخترعناها اللي العالم كله بيستخدمها اللي هو بناء المناهج على اساس الجدارات او بالانجليزي الكومبتنسز. الكومبتنسي بيزد education هو ده الترند في كل العالم، هو ده المعيار العالمي للتعليم الفني. فبناء عدنا بناء المناهج، بدأنا طبعا مش هنقدر المناهج كلها نعملها في ساعتها، فبدأنا سنة 19 بنينا حوالي 20 منهج طبقناهم في 100 مدرسة، وسنة بسنة سنة 20 زادت المناهج دي لغاية السنة دي اللي هي 23-24 احنا بنتكلم على 95 منهج أعيد بناءها على أساس الجدارات اللي هي منظومة من المهارات والمعارف والسلوكيات المستدامة أو المهارات المستدامة. المهارات المستدامة يعني إيه؟ يعني إن الخريج بيبقى بيحترم الوقت، يبقى بيقدر يعلم نفسه بنفسه، لما تتغير التكنولوجيا يقدر يتعامل معاها، ما يبقاش ثابت عند اللي تعلمه في المدرسة. في نفس الوقت فبالتالي هذا التحول من المناهج من انها تبقى مبنيه على اساس الكتاب الى مناهج مبنيه على اساس الجدارات كان تحول مهم جدا جدا. النهارده احنا هنخلص في كل مدارس التعليم الفني وكل المناهج سنه 25 ان شاء الله، وبالتالي تبقى مصر بقت زي بقيه دول العالم، بقت زي الصين زي سنغافوره، عندي نفس المعايير بتاعه دول العالم بالظبط كده. زي المانيا مثلا، المانيا بتعمل كده، زي المانيا احنا بنعمل زيها تعليم مزدوج، لكن طبعا الاقتصاد ما بيساعدش ان احنا تبقى عدد طلاب التعليم اللي يسمى التعليم المزدوج او النظام مبارك كول القديم، ما بنقدرش نعمل عدد زي المانيا لان الاقتصاد بتاعنا ما فيهوش شركات قد المانيا. لكن احنا يعني بنعمل بدلها حاجه تانية نقدر نسميها التعليم المزدوج المصري، ان احنا قلنا ان لازم البرايفت سيكتور او القطاع الخاص طبعا يساهم في عمليه التطوير. صح. فبالتالي اقترحنا ان احنا نعمل معاه مدارس.